بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما افتح لي برنامج التزام بلدر بيطلع بالشكل دوت، تمام. المفروض ان انا اقول له اوكي، انا ندوس كانسل. هلاقي هنا عندي الريسنت فايلز، دي اخر ملفات المفروض ان انا اشتغلت عليها. دي كومبوننت لايبراري، تقدر تدخل وتعدل الخصائص بتاعتها. هتلاقي هنا مثلا الشيلر، تقدر تعمل عليه سيلكت، تختار وتلاقي اي كل واحده من دول، هتلاقي الخصائص بتاعتها. تقدر تدخل تعدل فيها زي ما انت عايز، تقول له اديت او تنسى عليه مرتين اهوت، وتقدر تدخل تعدل في الاسم بتاعه في الديسكريبشن، عايز يظهر في انهي كاتيجوري، الريجن بتاعه. تقدر تختار اي دولة او اي مكان انت عايزها. الانرجي التايب بتاعه تقدر تعدل برضه التايب بتاعه. ده الكلام ده بالنسبة لكل كومبوننت. هنا بتلاقي معلومات كاملة خاصة بيه، تمام. الشيت كلر بتاعه، الفنتليشن، خصائص الفنتليشن طبعا بتختلف. لو انت فاتح حاجة غير الشيلر اكيد مش هتلاقي الفنتليشن، هتلاقي حاجة تانية. مثلا لو انت عايز تهوية طبيعية وتعلم هنا وتبدأ تقول مثلا الريت قد ايه، طب عايز انا ميكسد مود مثلا، طب الميكانيكال فنتليشن، تبدأ تشوف الريت بتاعه، وتقدر تشوف الحاجات الخاصة بالفان، الحاجات الخاصة بالفري كولينج، الهيت ريكفري. لو انت عندك هيت ريكفري هتعلم هنا وتبدأ تختار النوع بتاعهم. الهيتنج اند كولينج هتلاقي خصائص الهيتنج هيت والكولينج هيت. لو انت عندك الاثنين هتعلم عليهم، لو عندك هيتنج بس هتعلم عن هيتنج بس، وتبدأ تدخل الهيتنج سيستم قد ايه، الهيتنج سيستم طيب نوعه ايه، البويلر لو عندك بويلر ايه المعلومات الخاصة بيه. بعد كده الكوست بقى تدخل التكلفة للأريا، كوست بير أريا، فتقدر تدخل التكلفة اللي انت عايزها، تمام. بيقول انت عايز ما تسيبش الحاجات، بقول له اه ماشي مفيش مشكلة. ده هنا التمبليت لايبراري، بتلاقي إعدادات كتيرة تقدر تظبطها من هنا زي الأكتيفيتي تمبليت، تمام. ممكن مثلا تقول له أنا عايز هنا، تدخل على كل واحد فيهم زي ما كنا بنختارها من الشغل. هنا بقى تقدر تختارها عشان تعدل فيها بحيث تبقى موجودة معاك في كل المشاريع بالأرقام الجديدة. ده على سبيل المثال هتختار الاسم، تختار الكاتيجوري، المكان، السيكتور، الهوليدي، الأيام اللي فيها إجازة، الفلور شيت، الكلر، والجين، الأوكيوبنسي، الإشغال بتاعه من الساعة كام للساعة كام، تقدر تتحكم فيها. الأيام اللي بيبقى فيها شغل، هنقول له مثلا إحنا 7 أيام في الأسبوع مثلا. السكادول بتاعك تقدر تدخل وتختار السكادول اللي أنت عايزه. تقدر تختار بعد كده مثلا الـ Construction Template، الـ Energy Code، بتلاقي الأكواد هي تختار الكود اللي أنت عايزه وتدخل تعدل فيه، مثلا الكود الألماني. تقدر تدخل تعدل لو في قيم مثلا اتغيرت أو كده، تقدر تدخل تغيرها لأن على أساسها هيبدأ يتم الحسابات بتاعتي، تمام. فتشوف إيه التعديلات اللي أنت عايزها. طيب بعد ما بتعمل الإعداد دي كلها بقول له create new project عشان يفتح لي مشروع جديد. ببدأ أدخل الاسم بتاعه واللوكيشن والأناليسيس تايب بتاعه، وهنا أختار الليد أند أشري الموديل هتشتغل بأني واحد، وليكن مثلا بـ 2010. يبدأ بقى هو يعمل لي مشروع.